أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان. يسعدني مقدم البرنامج محمد سعيد أن أصطحبكم في الحلقات القادمة مع ضيفنا الفاضل القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا. أهلا بك، مرحبا. قبل أن نبدأ أعزائي، أود أن أعرفكم بنفسي. نشأت في بيت مسلم وتعلمت الإسلام ودرست في المدارس الإسلامية في إحدى البلاد العربية، ومنذ الصغر زرعت في قلبي والدتي من أهم الأمور وهي محبة الله، وكان لدي باستمرار منذ الصغر شغف ومحبة لشخص الله سبحانه وتعالى، وكان لدي رغبة شديدة أن أرضي الله وأن أطيع الله وأن أكون في ضمن مشيئة الله. وفي الكبر سافرت إلى بلاد كثيرة، وفي حياتي أيضا ونموي حاولت كل جهدي أن أنفذ التعاليم الإسلامية من صوم من صلاة إلى آخره. ومن خلال السفر أيضا ذهبت إلى المملكة السعودية، وكان لدي شغف أن أزور مكة وأن أزور الكعبة، وصليت هناك أيضا وطلبت وجه المولى هناك أيضا، إلى أن تقابلت مع أحد الأصدقاء المسيحيين الذي ابتدأ يكلمني عن المسيح، وابتدأ يكلمني عن الخلاص، وابتدأ يكلمني عن الدينونة، وابتدأ يكلمني عن الخطية. كلها أشياء جديدة لم أفكر فيها من قبل. وابتدأ هذا الإنسان يشارك معي بعض الأشياء من الكتاب المقدس الإنجيل الشريف، ومن أكثر الآيات التي أثرت في نفسي أشاركها معكم في هذا الوقت من إنجيل متى الإصحاح الخامس، عندما قال المسيح: طوبى للمساكين بالروح لأنهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. وتأثرت بكلمات التي تقول أبناء الله يدعون، وابتدأت أفكر هل أستطيع أن أكون ابنا لله؟ تفكيري دائما أني عبد لله، وصورة الله كانت هو الإله العظيم الجبار المسيطر المهيمن الرؤوف الرحيم. لكن هذا الإنسان ابتدأ يكلمني عن الله محبة، بل الله المحبة. ومن ثم توصلت بعد مجادلات استمرت معي 3 سنوات وبحث دام أوقات كانت مريرة جدا أحبائي، وبالحق من كل القلب طلبت الحق وهو الله، وقلت له: يا رب أنت الحق وأنا أريد أن أعرفك. وبروح الله نفسه تعامل معي، ووصلت إلى أنني إلى 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 حقيقة أنني فعلا إنسان خاطئ، والإنسان الخاطئ أمام الله لا يستطيع أن يكون في محضر الله، لأن الله كلي القداسة ونحن كخليقته بالطبيعة خطأون، لذلك نحن أموات روحيا ومنفصلين عن الله بسبب الخطية. وسألت كيف أستطيع أن أصطلح مع الله، وكان الجواب هو فقط عن طريق المسيح. هذه الكلمات كانت صعبة علي كما قد تكون صعبة على الكثيرين من الناس، لكن المسيح يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. وقال أيضا: إن اعترفت بلسانك وأمنت بقلبك أن يسوع المسيح هو الرب خلصت. أعزائي، كل هذه الكلمات كلمات صعبة جدا لي كمسلم،
وكنت باستمرار أصلي إلى الله وأنزل وأسجد على ركبي وأطلب أن أفهم وأطلب الخلاص أيضا، وبحثت عن خلاصي، خلاص من الخطية وخلاص من الدينونة، ولي شهوة مقدسة أن يكتب اسمي في سفر الحياة. وتعرفت إلى شخص الرب يسوع المسيح وقبلته كمخلص شخصي لحياتي، وأنا أؤمن أحبائي أن اسمي الآن مكتوب في سفر الحياة. وشهوة قلوبنا وصلواتنا أيضا من خلال هذه البرامج أن ننقل لكم الحق الكتابي. أهلا وسهلا جناب القمص. في الحلقات الماضية شغل موضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن الذي ناقشته في البرامج السابقة الرأي العام، وعلقت عليه بعض الصحف والمجلات أيضا، ولكن حديثك في السابق كان مقتضبا وموجزا وأثار فضول لمعرفة المزيد. فهل لديك في جعبتك ما يشبع المشاهدين عن هذا الموضوع الخطير؟ وردتنا أسئلة كثيرة، وأحد الأسئلة عندما ذكرت سابقا المقصود بالناسخ والمنسوخ في القرآن، فهل تلخص للمشاهدين الذين ربما لم يشاهدوا الحلقات الماضية، فهل قبل أن ننطلق لمعرفة الجديد؟ شكرا جزيلا. هو في الواقع كان للبرنامج الأول أثر في الرأي العام فعلا، ووصلني رسائل كتير في الإنترنت وفي الجرائد والمجلات، وصلني هذه المجلة اسمها الأسبوع في تاريخ 19 يناير 2002 في الصفحة الثانية 2000 مقال 2004 نعم 2004 سوري، ومقال في الصفحة الثانية المحرر بيقول فيها عن اسم الضيف في هذه الحلقة، البرنامج كان ضعفي، وكان الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم هو موضوع المقابلة، فبيعلق ويقول وهو موضوع صعب ومعقد ويتحاشى الكثير من المجتهدين المسلمين الخوض في تفاصيله، لذلك قررت متابعة البرنامج كله، حيث جذبتني فكرة تصدي أحد القساوسة لهذه القضية. فحقيقي المشاهد بيبقى عايز يعرف حاجات كتير، لأن الله خلق للإنسان عقل، ودي ميزة بتميزه عن أي خليقة أخرى غير عاقلة، فلازم يشغل عقله، فعايز يفهم وعايز يعرف وعايز يوصل للحقيقة. نعم. فما بيلاقيش اللي يتكلم، زي ما بيقول المحرر إن الناس بتتجنب الحديث في هذه المواضيع المعقدة، فياريت كان غطوا الفراغ أحبائنا المشايخ المسلمين والعلماء الأفاضل، ياريتهم غطوا المجال للآخرين يعني. لكن عموما أنا بشكر الله لأجل تلفزيون الحياة اللي بيتيح لنا الفرصة أن احنا نتكلم في هذه الأمور، وليس فضولا مني أن أنا أتكلم في هذه المواضيع، لأن هذه مواضيع من الحوارات الأديان، حوارات الأديان. لماذا نتكلم في الناسخ والمنسوخ؟ هو الموضوع بتاع الناسخ والمنسوخ لأن احنا كانت جات لنا، هو كان متعلق بأسئلة سابقة أن في الكتاب المقدس في تناقضات. نعم. فالسائل بيسأل، وخصوصاً ديت برنامج أسئلة عن الإيمان. نعم. فبحرية يقدر أن هو يسأل. فبيسألنا عن أن الكتاب المقدس في تناقضات، فبنحاول أن احنا نرد. نعم. لأن الكتاب المقدس احنا عارفينه كويس ومفيش تناقضات. قد يبدو للإنسان أن في تناقض، لكن لما بيدرس التحليل بتاع الموقع ده والموقع ده بلانه فيش تناقض. مثلا زي ايه؟ زي قالوا لنا في ان كتاب المقدس حادثة التجلي قال عنها انها بعد 6 أيام حدثت، واحد تاني يقول بعد 8 أيام، فقول لك تناقض ظاهر، هي 6 ولا 8. لكن لما نيجي نحللها تحليل السليم، ان البشير الاولاني كتب لم يحسب اليوم اللي قال فيه المسيح بعد 6 أيام،
ولم يحسب اليوم بتاع التجلي، فبقوا ستة في النص. نعم. البشير الثاني ذكر اليوم اللي قال فيه المسيح التجلي، وذكر أيضا يوم التجلي فبقوا تمانية. فهي تناقضات ظاهرية، لكن الدراسة المتعمقة بتعرفنا الأصول. فبالتالي ورد برضو أسئلة أن هناك في القرآن تناقضات دعيت الناسخ والمنسوخ. نعم. فكان علي أن أدرسها. ماذا تعني كلمة نسخ؟ الحقيقة النسخ لها معنيين، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. نعم. فالمعنى اللغوي هو الإزالة أو الإبطال، ده غير أنه ينسخ كتاب مثلا. نعم. المعنى الاصطلاحي، وده اللي تبحر فيه العلماء المسلمين في الواقع، وأنا ناقل معرفة، دارس وناقل معرفة. نعم. لكن أنا لا أفتي في الإسلاميات. نعم. فأنقل لك ما قاله ابن كثير، قال نقلا عن ابن جرير في تفسيره الجزء الأول صفحة 104، بيعلق على الآية اللي بتقول وما ننسخ من آية إلى آخرة، فبيقول كده ينسخ أي يحول الحلال حراما والحرام حلالا، يحول المباح محظورا والمحظور مباحا. والإمام النسفي في الجزء الأول من تفسيره على هذه الآية صفحة 116 يقول النسخ هو التبديل وانتهاء الحكم الشرعي. لكن جاء في سورة الرعد آية 39 التي تقول يمحو الله ما يشاء. أيوة. فماذا تقول لهذا الكلام؟ هو ده بيضيف معنى جديد للنسخ. نعم. أنه الله بيمحو. نعم. وآيات النسخ والمحو كثيرة يعني. نعم. في القرآن. فالله بينسخ يعني بيلغي، أو بيمحو بيشيل نهائي. فلها معاني كثيرة كما قال المفسرون يعني. ما هي أهمية موضوع الناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن؟ ده موضوع خطير. نعم. ليه بقى؟ لأن زي ما بيقولوا الفقهاء، أنا يعني قريت كتب كتير منها الناسخ والمنسوخ في القرآن بتاع هبة الله سلامة. نعم. ابن نصر ابن علي البغدادي المتوفي سنة 410 ميلادية هجرية، وكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم تأليف أبو جعفر النحاس. نعم. وكتب كثيرة غير مواقع إسلامية على في الإنترنت. فهذه الكتب بتوضح أهمية الناسخ والمنسوخ. نعم. فبيقولوا أن مش ممكن يفهم القرآن إلا إذا كان الواحد فاهم الناسخ والمنسوخ. يعني افرض أنه هو جاب حكم بس الحكم ده اتنسخ. نعم. فيبقى إذن هيفسر الحكم الأولاني وهو جاهل للحكم الجديد، يبقى إذن هيلخبط. نعم. ودي في قصة بقى حصلت مع علي ابن أبي طالب. نعم. فضل. علي ابن أبي طالب حكي عنه أنه هو راح مسجد في الكوفة، ووجد هناك راجل الناس متحولقة حواليه في حلقات يعني، اسمه عبد الرحمن ابن داب، وده كان صديق لموسى الأشعري يعني شخص معروف. فلقى عمال يفتي، سمع ما عجبوش الكلام. نعم. قال له انت بتفهم النسخ والمنسوخ؟ قال له لا. قال له هلكت وأهلكت، ومسكه من ودنه وفركها له وطلعه بره الجامع، وقال له ما عادش اشوفك هنا تاني. ليه؟ هلاك. اذا لازم الانسان يكون ملم بالناسخ والمنسوخ عشان يعرف الاحكام بتاعت القران. نعم. وهذه المعلومه التي ذكرتها مذكوره في كتاب الناسخ والمنسوخ لهبة الله البغدادي صفحه 12، ويمكن القارئ ان يتحرى عن هذا الامر ايضا. نعم. شكرا. الكتاب. نعم. سؤال آخر، من أين جاءت فكرة الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ ده سؤال خطير ومهم للغاية يعني. لأن في آيات في القرآن تتكلم صراحة أن هناك نسخ لبعض الآيات. نعم. وأشهر آية بهذا الخصوص
في سورة البقرة آية 106. نعم. بتقول وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي آية تانية في سورة النحل 101 بتقول وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلمون. إذن في تبديل. وفي سورة الرعد اللي تفضلت حضرتك وقلتها 39 ويمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم. وفي سورة الفتح آية 52 فينسخ الله ما يلقي الشيطان. دي الآيات وفي غيرها كتير بس دي أبرز الآيات اللي بتوضح إن في حاجة اسمها ناسخ ومنسوخ في القرآن. يحاورني أنا شخصيا سؤال في العقل المسلم أن الله كما قالت الآية في سورة النحل 101 أن الله أعلم بما ينزل. فنحن نعلم أن الله كلي القدرة. فما رأيك بهذه التعليق؟ ده تمام. الله كلي القدرة ويفعل ما يشاء لكن الله يحترم عقل الإنسان اللي خلقه. نعم. فمش ممكن يعمل حاجة ضد العقل. نعم. ممكن يعمل حاجة تفوق إدراك العقل لكن هي مش ضد العقل. وفي نفس الوقت بيتيح لي فهم ماذا فعل. الحكمة من ذلك. نعم. فأنا كإنسان ربنا اداني عقل علي ان انا افهم وادرس. نعم. الله حر يفعل ما يشاء بس شيء ما يتعارضش مع العقل ولا المنطق وشيء نستطيع ان ندركه ونفهمه ونعرف اسبابه. نعم. سؤال اخر ماذا يقصد بكلمه ننسها؟ يعني نسيها للرسول وما ننسخ من آية او ننسها يعني نسها له لأن في الأحاديث أن النبي محمد نبي الإسلام كان بينسى آيات قرآنية. ففي صحيح البخاري وده صحيح البخاري حديث رقم 5092 نقلا عن عائشة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. أنسيتها يعني اللي بينسي هو ربنا بينسها. وفي صحيح مسلم وهذا شيء طبيعي أن النبي بنفس بلسانه قال وما أنا إلا بشر مثلكم. نعم. بس هنا نلاحظ حاجة. نعم. بيقول مش بيقول وما ننسخ من آية أو ننسها يعني ينساها. نعم. لا ننسها يعني ده فعل. نعم. متعدي. الله هو اللي بينسها له. نعم. مش النبي محمد هو اللي بينساها. لا ننسها له ربنا هو اللي ينسها له. خد بالك وهو ده موضوع السؤال يعني. فهناك سؤال يطرح نفسه هل يعقل أن الله ينسي الإنسان آيات قد أرسلها إليه؟ ينسي نبي إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحق. ما دي كلها أستاذ محمد يعني مواضيع أسئلة بتطرح نفسها. نعم. على الساحة. نعم. فإحنا عايزين المتخصصين من أحبائنا المسلمين العلماء يظهروا على الشاشة في أي فضائية ويحاولوا أنهم يردوا على الثغرات اللي في أذهان الناس. عايزين يعرفوا إزاي طب كان بيديها له ليه علش خاطر ينسها له. سؤال بيدور في فكري كقارئ. أنا مش بحتج ولا بعترض ولا بطعن في حاجة لكن أنا سؤال تساؤل ربنا ادانا عقل بنسأل بيه. نعم. والكتب الإسلامية زي ما انت شايف منتشرة في السوق. نعم. فإحنا بندرس عشان خاطر نفهم.
فياريت بس حد يكون مهتم من رجال الأزهر الأفاضل والعلماء أصحاب الفضيلة يطلعوا لنا ويقولوا لنا يا جماعة ده صح كده وده غلط كده وده يعني الموضوع إيه بالضبط يعني. نعم. زي مثلا عند حضرتك في صحيح مسلم حديث 1874 عن عائشة برضو قالت كان النبي يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها مرة أخرى. وهذا ذكر أيضا ابن كثير في تفسير الجزء الأول 104 يقول عن جرير إن النبي قرأ قرآنا ثم أنسيه. أنسيه مش نسيه. وابن عباس بقى غلط الغلطة دي اللي هو نسيه. كان مما قال كده ابن عباس كان مما ينزل على النبي الوحي بالليل وينساه بالنهار. لا هي مش ينساه ده ينساه ينسيه الله ينسيه. الآية ديت وديت وضع الخطورة اللي محتاج إلى سؤال. طب كان بيديها له ليه من الأصل لما بينسيها له؟ ده سؤال اللي هو بيحتاج إلى إجابات في عقلية الإنسان القارئ واللي بيفكر. لأن عارف القضية يا أستاذ محمد؟ نعم. القضية إن الناس أخذوا المواضيع مسلمات، قال الله وقال الرسول حلو، بس ما ربنا مدينا عقل عشان إيه؟ عشان نفكر. نعم. فهي القضية إن يعني مجرد تفكير وسؤال عشان خاطر العلماء الأفاضل يتفضلوا بالإجابات التي تقنع العقول في تساؤلتها. إذن السؤال هنا الذي نوجهه، لماذا الله أعطى هذه الآيات أصلا ثم ينسيها إلى رسوله؟ نعم. وإن كان النبي ينسى فماذا عن القرآن؟ ماذا عن حفظة القرآن؟ إذا كان النبي نفسه بينسى يبقى حفظة القرآن يعملوا إيه؟ ما هو ينسها له تام. نعم. لدينا سؤال آخر، ما المقصود من القول خير منها؟ سؤال فعلا وجيه ومن الأسئلة اللي بتطرح نفسها على الإنسان. نعم. طب يعني لما يعني التساؤل يعني ببساطة بدون طعن في أي حاجة، ده مجرد سؤال يعني، إذا كان في آية أحسن من آية فكلام ربنا فيه حسن وأحسن. نعم. أنت تقول إلى سورة البقرة 2 الآية 106 ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالله قادر أن يأتي بآية أفضل من الآية التي سلفتها. طب هو ربنا عنده كلام كويس وكلام أخير؟ طب ما إذا كان عنده كلام كويس وكلام أحسن يبقى فيه كلام لا سمح الله مش كويس. لا، فكان بالحري أن ينزله من المرة الأولى. نعم. هل وحي الله فيه مفاضلة في هذه الحالة؟ ما هي كده تفيد المفاضلة بقى. يعني لما يبقى أخير منها تبقى فيها مفاضلة. لا، ده المشكلة أكتر من كده، اللي هي يقول لك إيه نأتي بخير منها أو مثلها. مثلها؟ طب وليه ما يفكروش بها هي نفسها؟ نعم. مش بمثلها. يعني التساؤلات. نعم. اللي بتطرأ على البال. طب ليه يجيب له واحدة زيها؟ إيه الميزة؟ طب ما يجيبها له هي نفسها. إذن ما هو الكلام الذي كان مكتوبا في اللوح المحفوظ؟ دي قضية كبيرة بقى. دي قضية كبيرة. يعني اللوح المحفوظ وإن هو بينسى وفي كلام أخير، طب هو الكلام اللي في اللوح المحفوظ الكويس ولا الأخير منه ولا اللي اتشالت اتنست ولا أنهي؟ نعم. دي مشكلة، مشكلة فعلا. نعم. هل يؤمن المسلمون أن النسخ موجود في القرآن؟ دي سؤال مهم بصراحة يعني. وطبعا نتيجة قراءاتي أقدر أنقل لك آراء فقهاء المسلمين. نعم. فعندنا مثلا واحد زي ابن كثير في التفسير بتاعه الجزء الأول صفحة 105 يقول المسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله. وكلهم قالوا بوقوعه حصل. نعم. الإمام النسفي أيضا في تفسير الجزء الأول صفحة 116 بيقول يجوز النسخ في القرآن والسنة
متفقا ومختلفا، مثل الزيادة على النص والإنساء، أي أن يذهب بحفظها عن القلوب، يذهب بحفظها عن القلوب. وفي دائرة المعارف الإسلامية الجزء 3 صفحة 9900 يقول: النسخ من الله عمل إرادي محكم مقدر منذ الأزل. ده النسخ. وفي موقع الأزهر على الإنترنت، وده مرجع مهم جدا، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس كاتب مقال عن الناسخ والمنسوخ، بيقول إن أكثر أهل الفقه والأصول أجمعوا على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. وفي كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبو جعفر النحاس صفحة 6 حتى جميلة قوي بنحب ان احنا نشير اليها، بيقول: فالنسخ في القرآن الكريم امر واقع اقتضته ضرورة التشريع. فاذا من هذا الكلام نستطيع ان ندرك ان القرآن فيه النسخ امر واقع. وبيقول كده في الكتاب ده هو بتاع الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم في صفحة 7، يقول: ينبغي أن ننبه في هذه المقدمة إلى قضية إنكار النسخ في القرآن الكريم، وهي قضية قديمة أثارها أبو مسلم الأصفهاني. شكرا جزيلا، لقد أدركنا الوقت. أعزائي المشاهدين، هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها: هل تؤمن بالنسخ؟ هل تؤمن أن الله ينسخ آية عن آية ويدركها بآية أخرى؟ هل يغير الله رأيه؟ نرحب بأسئلتكم جميعا. وإذا كنت ترغب في الحصول على نسخة مجانية من الكتاب المقدس، أمامكم على الشاشة ستظهر العناوين سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق البريد. نرحب بجميع أسئلتكم، وشكرا جزيلا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا.